بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي يا نساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التحية لكم من استاد نادي كاظمة، استاد الصداقة والسلام في نادي كاظمة، وبداية الأسبوع الثاني من الدوري العام لهذا الموسم 92-93، وهذا اللقاء اليوم في ثاني أسبوع يجمع العربي وكاظمة. كاظمة صاحب النقطة واحدة والعربي صاحب لا شيء في أول مباراة، خسارة أمام القادسية، بينما كاظمة تعادل مع الجهرة. يمثل فريق نادي كاظمة اليوم خالد الفضلي في حراس المرمى، أيمن الحسيني، عادل الخليفي، يوسف دوخي، علي خليل، عبد الله الدوسري، حميد العسعوسي، وفواز بخيت، وبدر حجي، محمد عبد الرحمن، وخالد الدوخي. بينما يمثل العربي في هذا اللقاء اليوم سالم بصيري في حراس المرمى، حميد باشا، سامي الحشاش، فرج نفع، عامر ياسر، أحمد عسكر، عبد العزيز عاشور، خالد حافظ، ويحيى أحمد، وخالد علي، وفايز الفلي. يحكم هذا اللقاء اليوم الحكم الدولي راضي الحداد، ويساعده في مراقبة الخطوط سعد كميل وعبد اللطيف الدواس، والحكم الرابع المعاون علي أشكناني. طبعا 9 أهداف في الدوري العام في الأسبوع الأول. سالمية هو المتصدر بنقطتين وثلاث أهداف، سجل دخل مرمى هدف واحد أمام الكويت. القادسية أمام العربي سجل هدفين ولا نقطتين وفي مرمى هدف واحد، بينما اليرموك أيضا سجل هدفين مرمى نظيف على الفحيل. يأتي كاظمة والجهراء وكل منهم نقطة واحدة تعادلوا. العربي لا شيء من النقاط، والكويت أيضا خسر. وبداية الشوط الأول المباراة واضح أمامك بين العربي وكاظمة. طبعا يبقى العربي اليوم يسعى في هذه المباراة ليحقق الفوز حتى يلحق نفسه، وهو خسران في المباراة الأولى أمام القادسية، بينما يأتي كاظمة هو صاحب التعادل في مباراة الأولى مع الجهراء صاحب النقطة في ثاني مباراة. تبقى المباراة اليوم أعتقد هي يجب أن تبقى هجومية، وخصوصا أن الفريقين يلعبون بالطريقة أو بالأسلوب الإنجليزي، حيث أن المدربين في نادي كاظمة والنادي العربي هم مدربين إنجليز، وبالتالي أسلوب اللعب يجب أن يفرض على اعتبار كل فريق. الخسارة أو التعادل تبعده عن المنافسة في بداية الأسابيع من الدوري العام، وثم يأتي الخسارة أو الفوز بيحقق أنه يقترب من أندية المقدمة في الأسبوع الثاني من الدوري العام. اليوم 26 ديسمبر عام 1992 هذا اللقاء. كرة اللعب وصل ليحيى أحمد، العربي تضرب في أيمن الحسيني، تطلع الكرة برا الملعب أوت. رامي التماس، رامي التماس العربي، طبعا واضح عربي الأخضر والبرتقالي هو كاظمة، ولون معروف عند الفريقين. ياخذها الحسيني، توصل ليحيى وبيلعبها يحيى، تطلع كرة وين برا الملعب أوت. الجو اليوم حقيقة كسر، جو بارد جدا، بارد، هواء شمال، هواء شمال بارد جدا، وبالتالي الكل اليوم متدفي في الملعب على اعتبار أن الجو بارد، تقام المباراة الساعة 4 أيضا في حالة كسور الظل، وبالتالي يبقى الجو بارد جدا. دوخي خالد بيطلعها، تطلع كرة من باكا برا الملعب أوت. جرت العادة طبعا في الدوري العام، طبعا كاظمة هو بطل الدوري لموسمين، والعربي بطل الدوري يعتبر لأكثر مواسم ضمن الأندية الـ14 في بطولة الدوري العام. كرة اللعب توصل إلى علي خليل، يأخذها عادل الخليفي، عادل بيلعبها، توصل بنص مرمى اللعب ناحية اليمين، أيمن الحسيني يأخذها منه، أيمن الحسيني توصل كرة إلى يحيى، يحيى يلعب إلى فايز، فايز ليحيى بيطلعها منه، علي خليل تطلع الكرة برا الملعب أوت. هذا علي خليل 14، علي خليل واضع في لابورد شورت علي خليل، وطبعا هذا يعتبر مخالف، وأيضا فواز شايف نفس الشيء، لكن ليس مخالفة الكسارة، الكسارة طبعا اللي هي تعتبر المخالفة قانونية، ما يلعب اللاعب بدونها، لكن فيلا ممكن يكون منظر لاعب، بالتالي الحكم بنبع عليه. رامي تماس اللعب توترة ملعوبة مرة ثانية ما بين فايز وبيحصلها وبيشيلها دوخي يوسف، يلعبها كرة عالية
مرة ثانية ترجع ناحية اليسار أقرب ناحية خالد حافظ ومشترك معه الدوسري، وخالد حافظ والدوسري، وتطلع الكرة برا الملعب أوت. اللي سجلوا أهداف لحد الآن 9 في الدوري العام في القسم الأول باسل الهويدي مروي من السالمية، بديح بوسويهي القادسية، وسام حسين من العربي، عبد الله العجمي وبدر الهدهود من اليرموك، ووليد الفليح من الكويت. 9 أهداف باسم 9 لاعبين في الدوري في بداية القسم الأول من الدوري العام، واليوم بداية القسم الثاني من الدوري العام. خمس دقائق الكرة لحد الآن كرة في هواء، والهواء اتجاهها بيساعد فريق نادي كاظمة، هو اللي ماخذ الجهة الشمالية من جهة الملعب. كرة ملعوبة إلى العسعوسي، لعبها ناحية اليسار إلى بدر حجي، يلعبها إلى الدوخي خالد، إلى خالد الدوخي يلعبها إلى مرة ثانية تلعب وتوصل إلى فرج نفاعي، يلعبها إلى وشايت، حلوة حلوة كرة، بيحاول يستقل هواء، كرة لاعبها قوية داخل المرمى محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن، شوف محمد عبد الرحمن، وهذه الإعادة، شوف تنزل فوق العارضة وتروح الكرة برا الملعب. حكم بيطلب الكرة الثانية عند الحكم الرابع، والكرة بتروح بعيد، والحكم الرابع بيعطي الكرة لأنها راحت في مكان بعيد. الكرتين مفحوصين تماما، وبيثبتها سالم البصيري حارس مرمى العربي. سالم البصيري بيلعبها لسامي الحشاش، سامي، وسامي كرة معاه، وحوالي 4 دقائق الوقت اللي مضى أو 5 دقائق من زمن الشوط، وتبقى النتيجة لحد الآن تعادل 0-0. كرة ملعوبة إلى عاشور عبد العزيز، يلعبها ناحية اليسار لكن بياخذها الحسيني لعبها عطول إلى بدر حجي، بدر حجي لعبها للدوخي خالد، مع سامي لعبها لسامي، توصل مرة ثانية لبدر حجي كاظمة ناحية اليسار، وبدر بيشيلها المدافع عامر ياسر، وكرة تبقى أيضا في مكان عالي، رايح لها الدوسري وفايز دفلي، كرة في النص، عسكر لعب مرة ثانية، توصل كرة أقرب إلى حيه لكن بيلعبها ناحيه اليمين الى عامر، ترجع مره ثانيه توصل الى عاشور، ترجع الكره توصل قريبه الى ناحيه اليمين محمد عبد الرحمن، العربي يلعبها الى الدوخي، اوفسايد، بينما كانت كره ملعوبه في مكان لاعبها حلوه محمد عبد الرحمن، لكن يوسف الدوخي خالد الدوخي يوسف الدفاع، خالد الدوخي اخوه خالد الدوخي بيحاول انه ياخذها، كان في موقف تسلل. كرة اللعب توصل عالية، عادل الخليفي، طريقة تشكيل الحقيقة اليوم في فريق نادي كاظمة، بيلعب بطريقة عادل الخليفي، شايفه أنا وهو اللي صاغط دائما، وهو آخر لاعب بيلعب في الملعب في دفاع نادي كاظمة، عادل الخليفي. طبعا عادل لاعب خط نص ولاعب جناح أيسر، ومثل منتخب أيضا جناح أيسر، بينما المدرب الإنجليزي مدرب نادي كاظمة يرى في تشكيل الفريق اليوم أن يضع دفاع ساقط اللي هو الشاش، يسمى الأشاش، يسمونه المصريين هو الأشاش، الظهير الأشاش معناها آخر لاعب اللي بيشتت الكرة وبيبعدها عن منطقة، وفي فاول عسكري بيلعبها الفاول، توصل وتنحط في الراس لكن توصل في خالد الفضلي حارس المرمى. 6 دقائق 0-0 لحد الآن، اللعب ناحية اليمين، كرة ملعوبة طويلة وعالية، دوخي توصل للعاشور، كرة مع عاشور لاعبها ناحية اليسار بياخذها أيمن الحسيني، أيمن لاعبها في النص، مرة ثانية اللعب إلى الدوخي خالد، ومحمد عبد الرحمن هو اللي بيحصلها، محمد عبد الرحمن ومعاه يحيى أحمد، لكن محمد عبد الرحمن لعبها توصل إلى فواز بينقلها إلى الحسيني، والحسيني ياخذها فرج نفاع، ويحيى أحمد بيلعبها تطلع كرة وين برا الملعب أو فايز فليش شافه بيكلم زملائه من اللاعبين، وكل كرة مشيوة على الأرض يستفيد منها بشكل أفضل من الكرات العالية، هذا أيمن الحسيني راح يلعب رمي التماس إلى فواز، يستقبلها استقبال غير سليم، تطلع كرة من فواز بخيت برا الملعب أوت، رمي التماس.
العربي حميد باشا فرج نفاع طويلة بتعدي توصل إلى الفضلي حارس المرمى يترك أوت ضربة مرمى خالد الفضلي طويلة وعالية الدوخي محمد عبد الرحمن كرة معه توصل لعسكر نفاع عسكر عاشور بالطول خالد علي ناصر يلعبها ناحية اليمين خالد حافظ لكن كرة ملعوب مرة ثانية ابت اللعب إلى الدوخي دوخي بيحاول يمر اشترك مع سامي والدوخي كرة في عرض الملعب توصل بيد حارس المرمى اللي هو سالم بصيري سالم بصيري يرميها إلى حميد باشا حميد باشا كرة معاه حميد لعبها على الأرض فايز دفلي فايز حميد لفلي فايز ياخذها فواز كرة معاه توصل مرة ثانية الدوخي ياخذها عاشور فرج نفاع فرج ناحية اليمين كرة ملعوبة في النص العسعوسي عسعوسي ناحية دوسيري تروح الكرة مرة ثانية العسعوسي ياخذها عاشور ناحية اليمين يلعبها إلى خالد حافظ العربي خالد حافظ كرة في العرض يلعبها وين تطلع برا الملعب أو ضربة مرمى لصالح فريق نادي كلابنا فريقين اليوم لاحظ الفريقين لن يلجؤوا إلى أسلوب النهوة كل فريق يحاول يأخذ الكرة راح تلاحظ طبعا قبل أن تبدأ النتيجة بأي هدف من الأهداف سترى الفريقين أنهم يلعبون للفوز الكرة لما تروح برا حارس مرمى بيبذل كل جهده عشان يجيبها ويلعبها في داخل ملعب نفس الشيء بالنسبة للعربي أو بالنسبة لكاظمة على اعتبار أن كاظمة القسم الأول أو اللي هو المباراة الأولى في القسم الأول طبعا اللي احنا فيه من الدوري العام وهذا هو الأسبوع الثاني تعادل 1-1 أمام الجهرة وبالتالي يبقى العربي خسران 2-1 من القادسية والفريقين يعتبرون يحتاجون إلى فوز في المباراة الحسيني إلى الدوخي بكعب ريلا إلى محمد عبد الرحمن كرة معه بيلعبها بتروح منه فاول على عاشور كرة اللعب حميد باشا إلى فرج نفاع كرة مشتركة العسعوسي فواز كرة معه بيلعبها توصل مرة ثانية لفايز دفلي هو محمد عبد الرحمن وفي صفارة وفي فاول على محمد عبد الرحمن واضح بصورة محمد عبد الرحمن و0-0 في المباراة لحد الآن ومضى حوالي 11 دقيقة من زمن الشوط الأولاني سامي الحشاش كرة معه سامي بينقلها كرة طويلة وعالية إنما توصل تطلع برا الملعب أوت ضربة مرمى سامي الحشاش أيضا راح يلعب في بداية القسم الثاني في فبراير 14 فبراير إن شاء الله راح تكون مباراة اعتزال افتتاح القسم الثاني بين العربي والقادسية مثل ما ودعنا عبد العزيز حسن في بداية الدوري في الأسبوع الماضي أمام العربي لاعب القادسية والمنتخب الوطني والعسكري أيضا سامي الحشاش راح يساهم النادي في تكريمه في مباراة في القسم الثاني من الدوري العام وبالتالي يبقى على العربي أن يكون حريص في الحصول على مركز متقدم في حتى بداية القسم الثاني من الدوري العام على اعتبار أنه يلعب مباراة قد تكون تليق بسمعة النادي العربي وأيضا تكريم بسمعة اللاعب سامي الحشاش هذا سامي الحشاش فرج نفع كرة معه فرج لعبها لسامي خطرة وراحت منه خطرة حميد لعبها الدوخي كرة كانت الحقيقة حلوة للحجي بدر حجي كانت فرصة له لبدر حجي والدوخي وكرة ضاعت من سامي في موقف خطر جدا
راحت منه في باصه لما لعبها فرج نفاح في مكان لم يتمكن سامي من اخذ الكره بدر حجي هو اللي اخذها لعبها للدوخي مباشره، بينما انا في رايي لو كان بدر حجي هو اللي مر هو اللي نفذ، لان الزاويه امامه والمرمى امامه افضل من الدوخي اللي كان مراقب من حميد باشا اللي اصطاد الكره ولعبها برا ملعب كورنر، برا الملعب كورنر. بدر حجي او بدر حيي، طبعا بدر حيي بنرجع مثل المنتخب، بدر حيي ترجع مره ثانيه الكره الى بدر حيي، كره معاه بدر حيي، كره معاه بيحصلها بيلعبها ناحيه اليمين توصل قريبه البصيري حارس المرمى وبيشيلها حارس مرمى البصيري، وداخل معاه المشاغب اللي هو محمد عبد الرحمن ايضا يعتبر لاعب الحقيقه امام المرمى، حركته سريعه وجيد في انغضاضه على الكره، وبنسميه احنا مشاغبه كرويه، هذه مشاغبه كرويه لم تكن مقصوده الا في طريقه تنفيذ الكره تلعب، وكان مشايف ضاغط وصل مره ثانيه الى علي خليل، علي كره معاه بيلعبها للوهيب اللي راجع ورا الوهيب، لا اللي هو عادل الخليفي، خليفي تشيل الفضلي بيلعبها على طول محمد عبد الرحمن وفرج نفاع بياخذها بلمع صدره يلعبها لحميد باشا، كره على الارض كان يحصلها فواز توصل مره ثانيه العسعوسي، والعسعوسي لعبها بالخطا توصل الى الفلي، الفلي يلعبها الى عاشور، عاشور مره ثانيه كره مع عاشور ياخذها العسعوسي، وعاشور العسعوسي توصل مع العسعوسي يلعبها الى محمد عبد الرحمن الى فواز، فواز من الحسيني الى محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن لعبها الى وشايت بدر حيي توصل بيد حارس المرمى اللي هو سالم صيري حارس مرمى العربي. ربع ساعه، ربع ساعه تقريبا الان من زمن الشوط الاول والتعادل 0-0. شايف كاظم انا بيحاول يستقل الهواء وبنفذ ومشكل خطوره، وفي هناك كرات بتروح للدوخي بشكل الحقيقه مستمر، كره مع الدوخي وبيحصلها الدوخي وداخل معاه سامي وبيطلعها برا الملعب اوت. كره اللعب رامي التماس الى العسعوسي حميد، عسعوسي لاعبها كرة عالية والبصيري حارس مرمى العربي يرميها بيده على طول ناحية عامر ياسر، عامر ياسر لعبها لعسكر، عسكر كرة معاه، عسكر لعبها لفايز دفلي ياخذها، يوسف دوخي كرة معاه بيلعبها دوخ تضرب الحكم، راضي الحداد ترجع إلى عاشور إلى سامي، وسامي بيلعبها البصيري حارس المرمى اللي بينفذها كرة عالية وتلعب علي خليل مشترك مع فايز دايم بالراس، والدوسري في فاول على خالد حافظ، ضربه حره غير مباشره على خالد حافظ لاعب الجناح الايمن لاعب العربي، وفي فاول. دوخي يوسف الدوخي، يوسف الدوخي بيلعبها ياخذها فواز بخيت، فواز كره معاه بيلعبها لعلي خليل، علي خليل كره معاه في النص فواز بخيت، فواز فواز بيلعبها في مكان سليم ناحيه اليمين لكن رايح لايمن الحسين يلعبها في عرض الملعب وبيتابعها وبيشيلها وبيتابعها حميد باشا بيطولها، ياخذها الدوسري، دوسري وكاظمه ضاغط اللعب لمسه واحده حلوه ملعوبه لكاظمه ناحيه اليسار ملعوبه الى عادل والد دوخي ياخذها حارس المرمى اللي هو سالم البصيري. شايف انا كاظمه هو اللي ضاغط لحد الان في منطقه 18 فريق النادي العربي، وهو اللي يوصل منطقه، ما دام الفريق قاعد يوصل منطقه معناها قد يحدث هناك يا اما استغلال لخط الهجوم باستغلال جيد، في حاله اي خطا من احد مدافع العربي قد يحدث منه هدف، معناها انه هو رمي الكره في داخل المنطقه وتنفيذ توصل لعاشور المره هذه كره مال العربي، العاشور لاعبها ناحيه يسار لحميد باشا يتركها ليحيى احمد، يحيى كره معاه وبتروح منه يحيى توصل اقرب في النص الى عسكر، عسكر يحيى، ويحيى كره معاه ومره ثانيه كره اقرب الى خالد علي ناصر يشيلها علي خليل ويحصلها الحسيني، والحسيني على الارض ناحيه محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن كره معاه، محمد عبد الرحمن كره معاه هاتخذ هو فواز بخيت، فواز لاعبها بترد من عاشور ترجع مره ثانيه توصل الى العسعوسي لاعبها ناحيه يسار لي عبد الله الدوسري كره مع الدوسري، دوسري راح لعبها في عرض الملعب وتوصل مره ثانيه وتنشال لكن بيحصلها دفاع العربي ترجع ناحيه اليمين قريبه لخالد حافظ، خالد لعبها لعسكر، عسكر كره معاه
وتبقى الكرة لحد الآن في منتصف الملعب بين الفريقين، لكن ما نشايفين أي هدف في المباراة بعد مضي حوالي 18 دقيقة من زمن الشوط الأول من المباراة. 0-0 لحد الآن. كرة اللعب توصل أغرب في النص، عسحوسي لاعبها توصل إلى بدر حي، أوفسايد أوفسايد أوفسايد. كرة اللعب إلى فايز وبتعدي، لكن بيحصلها الحسيني، والحسيني كرة معاه بيلعبها، والفريقين وحتى الإداريين والمدربين بالنسبة لي العربي وكاظمة بأكثر شد في المباراة أعصاب، على اعتبار المباراة هامة جدا توصل قريبة مرة ثانية. دوسي دوسي لعبها إلى بدر حي، كاظمة بدر حي، بدر حي كرة معاه، بدر حي بيلعبها في النص، بدر حي إلى الدوخي، خالد خالد إلى بدر حي، كرة في مكان سليم وتلعب في العارضة وتعدي. كانت خطرة لمحمد عبد الرحمن اللي توقيته ما كان سليم في الكرة اللي طلعت له عرضية من بدر حي، بياخذها فواز، فواز كرة معاه، فواز إلى علي خليل، إلى العسعوسي، عسعوسي عادل الخليفي، عادل كرة معاه بيلعبها وبيشيلها فرج نفاع وبيحصلها مرة ثانية. عامر ياسر والهواء، والهواء شايف أنا الحقيقة، لكن كاظمة قادر أنه لو الكرة مشاها العربي على الأرض ما راح الهواء يأثر عليها، لكن كاظمة شايف أنا حوالي وصلنا للدقيقة 19 من زمن الشوط وهو المسيطر وهو اللي واصل أكثر، هو اللي واصل أكثر منطقة 18 فريق العربي. تلعب إلى عاشور عبد العزيز، كرة مع عبد العزيز عاشور لاعب خط النص بيلعبها ناحية خالد علي ناصر، يشيلها علي خليل، علي خليل فوتها لنفسه، علي خليل كرة معاه بيلعبها يحيى أحمد، ياخذها توصل لخالد علي ناصر، وخالد علي ناصر يلعبها ناحية فايز وبتنط، لكن أغرب لها خالد الفضلي حارس كاظمة بيلعبها ناحية اليسار، ملعوبة إلى الدوسري، الدوسري كرة معاه عسعوسي هو اللاعبها مرة ثانية، ترجع الكرة من العسعوسي ملعوبة إلى أوبت اللعب مرة ثانية فايز، لكن بيحصلها عادل الخليفي، عادل وعادل كرة عالية مرة ثانية يحصلها سامي، وبتروح الكرة مرة ثانية قريبة في نص الملعب إلى فواز، فواز فواز بيلعبها ناحية اليسار، فواز ملعوبة مرة ثانية اللعب ناحية اليمين إلى علي خليل، علي علي خليل لعب علي خليل ناحية، لكن في أوفسايد على محمد عبد الرحمن. 20 وبقي 25 من زمن الشوط الأول من المباراة، وتبقى المباراة بشكلها التعادل السلبي 0-0 لحد الآن. كرة اللعب 0-0 0-0. عسكر عامر ياسر، فرج نفع، فرج نفع إلى حميد باشا، عربي خالد علي ناصر ما تمر، توصل كاظمة أوت أوت، رمي التماس حميد إلى خالد علي ناصر، عاشور العيز، عاشور بيلعبها لفرج نفاع، سامي الحشاش، سامي بيلعبها ناحية توصل أقرب للدوسري، والدوسري بيطلعها وين برا الملعب أوت، مست في لاعب العربي خالد حافظ وطلعت كرة برا الملعب أوت، رامي التماس لعبت ترجع تطلع كرة رامي التماس للعربي، خالد حافظ لعبها خالد حافظ إلى خالد علي ناصر، ترجع مرة ثانية إلى عاشور، عاشور لعبها لسامي
وسامي بيلعبها طويل امام بيشيلها علي خليل وبتعدي توصل ناحيه يحيى احمد. لكن تطلع كره وين برا الملعب، رمي التماس للعرب. اليوم في تقريبا تبديل في التشكيله، يحيى احمد يشارك من بدايه المباراه، عقيل ما هو بالشكل الاساسي، لكن خالد حافظ بياخذ الجهه اليمنى بالنسبه للعربي. هذا هو التبديل في طبعا هناك بيغيب اسامه، تلعب لخالد علي ناصر، كره معاه بيلعبها لعاشور وعسكر بشوت، لكن تضرب في دفاع كاظمة ترجع الى بدر حيي. بدر حيي تبدا هجمه عكسيه مرتده، بدر حيي بياخذها لكن بياخذها منه في هاندبول، لمسه يد على عامر ياسر. هاندبول لمسه يد على عامر ياسر، وبالتالي عسكر بينفذ له كره بشوت لكن تضرب في احد مدافعي نادي كاظمه، ترجع الكره توصل مره ثانيه لخالد علي ناصر ياخذها فايز فلي، فايز كره معاه بيلعبها لخالد علي ناصر، خالد علي ناصر لعبها ناحيه اليمين لاحمد عسكر، عسكر تركها لعامر ياسر لعبها له توصل ناحيه اليمين عامر ياسر بيعليها، وعامر كره بيعليها عاليه ناحيه فايز، وفايز بتصلح لخالد علي ناصر وبشوت، لكن وين؟ بشوت كره فيها دبل كيك تروح الكره وين؟ برا الملعب او ضربه مرمى. فكرتها شوف هذه الاعاده، شوف الاعاده لما راحت النيم عامر راس فايز لمها على صدره بحاول يحطها ايضا، لكن بيحطها وين؟ جنب القائم الايسر برا الملعب اوت. ضربه مرمى 25 دقيقه وبقي 20 من زمن الشوط الاول، والتعادل قائم لحد الان 0-0. العربي كاظمه الاسبوع الثاني من الدوري العام، تلعب الكرة توصل لعامر ياسر مرة ثانية عزله عامر، كرة مشتركة عامر بينقلها عامر ناحية اليمين لكن أقرب لها وبشيلها وتوصل في النص دوخي، والدوخي لفواز، وفواز يلعبها إلى محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن ناحية اليمين لعبها إلى أيمن الحسيني، وأيمن كرة بينقلها وفرج نفاع بشيلها من قدام الدوخي، الدوخي تو لان الدوخي واحد اللي هو يوسف الدوخي، خالد الدوخي واثنين، كرة اللعب توصل الى عاشور بتروح منه فواز بخيت، فواز بخيت كرة معاه، فواز بخيت لعبها العسعوسي، عسعوسي كرة معاه بيلتفت حواليه بيلعب ما يلقى له فايز، فواز بخيت، فواز علي خليل، علي محمد عبد الرحمن، كرة ناحية اليمين لكن ما فيها خطورة ابدا، والفريق الحديدة شايف أنا اعتمادهم على اختراق اللعب من مكان فردي فقط، كاظمة بيعتمدون على أن يوسف الدوخي هو اللي سجل الأهداف، محمد عبد الرحمن باستغلال من الخط النص، وبالتالي العربي أيضا بين فايز وخالد علي ناصر، وتبقى المباراة في رأيي خالد الفضلي طبعا حارس مرمى تورط فيها، يعني الكره جايته الحقيقه من احد زملائه من المدافعين لاعب خط النص، وبالتالي لعبها وحاول فايز فلي حاول يستغل، وبالتالي اربكه لما جرب يمه لكن تدارك ولعبها وطلعها برا الملعب اوت رامي التماس. حميد باشا الى فايز الى خالد علي ناصر، خالد علي كره عاليه وبيشيلها خالد الفضلي. خالد فضلي كرة عالية، تقول لي مستوى أقول لك ماكو، تقول لعب أقول لك غير منسق غير مرتب، كرة اللعب وبالتالي مباراة فيها أعصاب وفيها ندية شايت، لكن وين؟ تطلع كرة برا الملعب. مباراة فيها أعصاب بالنسبة للفريقين، فيها الحق الفريقين بيضعون نفسهم في موضوع ارتباك على اعتبار ان الخساره بالنسبه لاي فريق بتحمله انه هو يخسر، بالنسبه للكاظمه لو خسر مباراه راح يحصل 3 نقاط على اعتبار تعادل امام الجهره في المباراه الاولى، والعربي خساره امام القادسيه في المباراه الاولى، وبالتالي تبقى المباراه فيها كره اللعب توصل وبشيلها فاز دفلي اللي راجع ورا وبيحصلها عبد العزيز عاشور، والدوسري يبعدها عامر ياسر كرة تبقى مشتركة مرة ثانية في النص تلعب بيحصلها خالد حافظ ياخذها علي خليل، بخيت فواز يلعبها إلى عادل الخليفي إلى فواز بياخذ مكان بارز،
وفواز بيلعبها. والعربي لحد الان اقدر اقول عربي يمكن اقل خطوره واقل انتشار واقل حركه من كاظمه اللي شايفه قد يكون هو اكثر نشاط في المباراه نادي كاظمه، لكن لحد الان عدم استغلال فرص امام المرمى، وبالتالي اللاعبين في خط الهجوم. في لاعب يوسف الدوخي طايح في ارض الملعب، ان شاء الله بالسلامه، ان شاء الله بالسلامه يوسف الدوخي، ان شاء الله بالسلامه. شايف الكره الظاهر مشتركه بينه وبين احد اللاعبين النادي العربي. و بيدخل دكتور المختص، وشايف انا جمال يعقوب ايضا هو مساعد المدرب، وهذا ايضا مدرب النادي العربي الانجليزي، والشيخ احمد مبارك ايضا مدير الكره، مدير الكره. وهني الحقيقه ايضا سيد عماد الغربلي مدير الكره في نادي كاظمه. وهذا الدوخي بالسلامه، ان شاء الله بالسلامه بالسلامه بالسلامه. وهذا مدرب الانجليزي ايضا مدرب نادي كاظمه. ولما قلت لكم ان الفريقين يلعبون بنفس الاسلوب، بنفس لان الفريقين يلعبون بنفس الاسلوب الكروي، كره اللعب توصل كره حكى المباراه. استنى في اللعب بعد ما طلع الدوخي يتعالج، وشايت العسعوسي بعدها سامي الحشاش كابتن العربي، توصل مره ثانيه ناحيه اليمين ملعوبه، لكن رايح لها بدر حيي وعامر ياسر، وسباق بين الاثنين بيلعبها حيي لعامر ياسر اللي بيحصلها عامر ياسر، ومجهود عامر ياسر بيحاول انه يمرر يلعبها ناحيه اليمين، لكن تطلع كره وين برا الملعب. الدوخي ما زال يوسف خارج الملعب، هل يا ترى انه هو راح يرجع بعد ان عمل العلاج اللازم؟ وان شاء الله بالسلامه و يرجع يكمل مع بقيه اعضاء الفريق، ونتمنى له الشفاء ان شاء الله. وهذا فايز، فايز بالصوره، وهذا عادل الخليفي، وهذا من الحسيني. شايف انا عادل الخليفي هو تقريبا يعتبر القائد في منطقه خط الدفاع، فبالتالي بوجه ايمن الحسيني بوجه بالنسبه لعادل. طبعا الخليفي هو يعتبر اقدم من اللاعب ايمن الحسيني. شيء جميل جدا ان اللاعبين يسمعون كلام بعضهم بعض وتوجيهات بعضهم بعض، طبعا خوفهم وغيرتهم على الفريق اللي يلبسونها وعلى في النادي. كره اللعب توصل في النص ايمن الى عسكر، عسكر لاعبها ناحيه اليمين ملعوبه مره ثانيه لناحيه العسعوسي، لاعبها الى حجي، وحجي لاعبها الى الدوخي، والدوخي يفوتها لنفسه لكن توصل لحميد باشا. ونص ساعه واجي ربع ساعه كره مع يحيى، لكن بتروح الكرة مرة ثانية وتلعب في النص أقرب ناحية اليسار، ويلعبها ويبعدها، لكن بيحصلها مرة ثانية لمحمد عبد الرحمن، لعبها إلى بدر حيي، بدر حيي كرة معه، بدر حيي يلعبها في النص توصل لفواز، فواز فواز والدوخي عملوا له ربطة براس الحقيقة. يذكرنا بايام زمان لما قالوا مواش، الله يرحمه ابراهيم مواش، كان طبعا كان ذاك شعره طويل زمان ويحط ربطه براسه عشان شعره لا يغطي على 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 عيونه، وبالتالي كان يحط ربطه يسمونه ابو ربطه. الله يرحمه اللاعب زمان لاعب الخليج والعروبه نذكرهم ابراهيم مواش. لكن هو الدوخي حاط هني على اعتبار مصاب اصابه بسيطه في يبهته، وبالتالي يخافون ما في الا الخير ان شاء الله، بس لذلك عشان الجرح، وبالتالي عمل العلاج اللازم ورجع يكمل. شايف انا الدوخي مع الفريق، كرة اللعب تطلع، ما زالت المباراة لحد الان التعادل بدون اهداف 0-0 0-0 0-0. كرة اللعب ملعوبة إلى نفاع، نفاع راضي الحداد حكى المباراه، رمي التماس بيعطي قراره وراح يلعبها ايمن الحسيني اوت اوت. الوقت متبقي حوالي 13 دقيقه من زمن الشوط الاول المباراه، ويبقى في هذا الوقت العام الشوط الاولاني التعادل من اهداف 0-0 لحد الان في مباراه جوها بارد جدا الحقيقه. وهذه امامك الان الكاميرا وامامك صوره كاظمه العربي لا شيء الشوط الاولاني
ويبقى من الوقت حوالي 13 دقيقة من زمن الشوط الأولاني. أيمن الحسيني يبي يطلعها حميد باشا. حميد باشا طبعا نحتاج إلى مباراة أحمى علشان نسخن شوية من الجو البارد حقيقة اللي احنا أيضا موجودين فيه في نقل هذه المباراة. رامي التماس، أيمن الحسيني ترجع له، أوت للعربي. رامي التماس، حميد باشا، أوت. كرة لمست وجه أيمن الحسيني، طبعا الهواء بارد، الهواء بارد والكرة ما تلمس في مكان حساس الوجه أيضا. سلامة إن شاء الله. لعبت عسكر كرة معه بيلعبها، كرة عالية تلعب إلى خالد علي ناصر، كرة مشتركة يلعبها توصل إلى يحصلها عاشور، لعبها بسرعة لحميد باشا، حميد لعبها ليحيى، يحيى كرة معاه ويلعبها أرضية توصل لعلي خليل، وعلي خليل مرة ثانية إلى فرج نفاع. مرة ثانية لكن في فاول على فواز بخيت. فواز بخيت اللعب وداخل سامي الحشاش بيشارك براسه لكن تروح الكرة وين برا الملعب اوت. طبعا كل لاعب له وقت معين واداء معين وعمر معين في عطاءه في داخل الملعب وبالتالي يبقى عطاءه اقل لا شك امام مجهود شباب الصغار الان يبرزون في هذا المجال، وبالتالي عندما تنسجم الخبره مع الشباب بيكون في شيء افضل لا شك، وكل يعطي من خبرته والشباب يعطي من حاويتهم وبالتالي تبقى الصوره متكامله في الفريق. في فاول، فاول، فاول عربي، فاول عربي، فاول اخر 10 دقائق 0-0 لحد الان، و في الهواء شمال اتجاه الهواء يكون مع فرناد كاظمي، معناه الكره راح تزيد سرعتها في اثناء التنفيذ، وهذا سالم مصيري حارس مرمى العربي اللي يلعب ايضا هذا اللقاء امام كاظمي، ولعب ايضا مباراه افتتاح امام القادسيه، ولعب في مسابقه كاس الاتحاد في حيطه. من اللي راح يشوت؟ من اللي راح يشوت؟ من اللي راح يشوت؟ أكثر من لاعب، أكثر من لاعب، هذا الدوخي وهذا أيمن الحسيني، من اللي راح يشوت؟ أيمن يشوت لكن وين؟ تروح الكرة برا الملعب أوت. أيمن الحسيني بيحاول أنه هو يسقط له كرة لكن بتروح الكرة فوق العارضة برا الملعب أوت. ضربة مرمى، ضربة مرمى، وتبقى المباراة لحد الآن بين كاظمي والعربي، والمتوقع لها انها تكون افضل مستوى من اللي نشاهده الان، لكن يبقى مستواها في الاداء وفي العطاء وفي التركيز والتهديف عادي جدا، وبالتالي تبقى مباراه متوسطه في الشوط الاولاني اللي باقي منه حوالي 8 دقائق. 8 دقائق كرة اللعب توصل، كرة في النص، فواز لعبها ناحية اليسار اقرب لها بدر حجي، لا توصل مره ثانيه الى ناحيه الدوخي، دوخي كره معه شايت الدوخي بايد حارس المرمى اللي هو سالم صيري. سالم صيري حميد باشا، حميد باشا لاعبها قدام لكن بيشيلها الدوخي، وفي فاول على خالد علي ناصر. فاول لعبت العسعوسي، لعبت لبدر حجي، بدر حيي بتروح منه توصل مره ثانيه بينه وبين عامر، ياخذها عامر ياسر، وبدر حيي اللي ياخذها وعامر ياسر بيرجع ياخذها مره ثانيه، لعبها في النص الى عسكر، وعسكر في النص بينقلها على طول الى حميد، وحميد لاعبها الى يحيى احمد،
يحيى احمد ياخذها منه وتطلع الكره اوت. رمي التماس، رمي التماس لي العربي حميد باشا خالد مرة ثانية. كرة اللعب لاعبها والدوخي طبعا ما ادري يحط راسه فيها بيحط صدره فيها لاعتبار انه راسه مصاب. كرة اللعب توصل مرة ثانية قريبة إلى فايز، فايز وعلي خليل، لكن عادل الخليفي لعبها إلى أيمن، وأيمن طولها الأمام وسامي لي فرج نفع، فرج نفع كرة عالية على طول لعامر براسه لخالد حافظ ياخذها الدوخي تروح الكرة أقرب مرة ثانية علي خليل هو اللي بيرسلها سامي بيلعبها على طول لعسكر، وعسكر ناحية عامر ياسر، وعامر كرة الأمام ناحية خالد علي ناصر الدوخي ايضا بيحط راسه فيها تطلع كره برا الملعب. ندخل في الخمس دقائق الاخيره من زمن الشوط الاول من المباراه ويبقى التعادل لحد الان، وهذا جانب من احتياطي فريق نادي كاظمه صالح المسند وصالح الرفاعي ايضا اثنين ضمن الاحتياط كمهاجمين فريق نادي كاظمه. واعتقد ان المدرب قد يكون من نوع تكتيك بيحاول انه هو يستقل جهد فريق النادي العربي في الشوط الاولاني ويلعب في التبديل، وبالتالي لاحظ انت الان حافظ على الدوخي على اعتبار انه يحتفظ في بديلين يلعب فيهم في الشوط الثاني او في الوقت المتبقى في الشوط الثاني اذا اراد تكتيك الفريق انه هو كرة اللعب توصل بايد حارس المرمى اللي هو خالد الفضلي. خالد الفضلي شاعر من حكاك مباشرة غير مباشرة طبعا اعتراف غير مباشرة على اعتبار انه يضمن انه هو يرجع مكانه في الدفاع سامي على ما يحطها الفضلي ولعبها بسرعة، بس المفروض انه ممكن حارس المرمى يحاول انه هو يتخلص من الرقابة اللي هي وتوصل لخالد علي ناصر، لكن ياخذها عادل الخليفي. عادل الخليفي كرة معاه وبيلعبها تطلع تلمس خالد علي ناصر تطلع كرة برا الملعب اوت. رمي التماس، رمي التماس، وبالتالي هل يكون للرفاعي وللمسند صالح وصالح تبديل، بينما شايف انا العربي ايضا هناك في عنده عنبر سعيد اللي يعتمد عليه في التبديل ايضا ضمن البدلاء في عمليه احتياجه في ارباك فريق نادي كاظمه، وكل هذا جايز انه هو يصير في المباراه، وما اعرف انا شنو في مخ او يدور في راس كل مدرب من مدربي العربي او كاظمه. كرة اللعب توصل ياخذها البصيري حارس مرمى العربي، كرة عالية تلعب فواز عسعوسي الدوسري كاظمة، العسعوسي سامي اوت، يعني حتى واحد من الجمهور العربي يقول ماكو لعب، يصيح ماكو لعب، صج صاج صاج ماكو لعب، ماكو لعب، لان في مباراة تلعب بين كاظمة العربي والاحتياطي العربي ايضا المريفع عنده و كبديل. لعبت بدر حيي بيلعبها ترجع مرة ثانية من بين الدوسري، لكن بيحصلها خالد حافظ بيلعبها بيحصلها مرة ثانية أغرب في نص ناحية علي خليل. علي خليل بيلعبها وتطلع الكره وين برا الملعب اوت. رامي تماس طبعا انا هديت على اعتبار ان الكره هدت والمباراه هدت، ونحن ندخل الان في الدقيقه تقريبا 43، يعني يبقى من الزمن باقي
حوالي دقيقتين من زمن الشوط. دقيقتين وتبقى المباراة في شكلها التعادل 0-0. الشيخ طلال خالد الأحمد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، والسيد العدساني نائب رئيس سليمان العدساني نائب رئيس نادي كاظمة في المقصورة. طبعا نقول للشيخ طلال وشيخ احمد وشيخ احمد وبقيه اعضاء مجدار المكتب التنفيذي ومحمد عثمان امين السر مبروكين، وعوده الان بعد الانتخابات اللي تمت في الاتحاد كره القدم، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكم جميعا بالعمل المتواصل اللي نتمنى ان نشوف الحقيقه مستوى كره القدم. وكره اللعب اوفسايد 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 اوفسايد، فواز تأخر فيها تأخر فيها. طبعا الجهود تأتي الحقيقة جميعا من الأندية ثم تأتي من الاتحاد، ونتمنى أن تكون الجهود كلها الحقيقة متصلة مع بعض بتعاون لنجد أو استعاد إلى كرة القدم سمعتها الطيبة اللي أخذتها على المجال سواء القاري أو الدولي. كرة اللعب توصل تطلع أوت أوت أوت. 44 44 44 44 على ساعتي. رمي التماس حميد باشا حميد باشا رامي التماس الى ايمن الحسيني على ساعتي خلاص 45 انا باجي ساعه الحكم اللي هو طبعا راضي الحداد. لعبت الى ايمن الحسيني مره ثانيه، ايمن لعبها بيطلعها عبد العزيز عاشور برا الملعب. شايف انا بعض اللاعبين العربي في نرفزه بداخل الملعب وبالتالي لعدم الاداء الجيد الحقيقه في المباراه. لعبت كره في النص، اللعب توصل قريبه الى حميد العسعوسي شايت، لكن وين وين تروح الكره برا الملعب اوت. يعني اعتقد الفريقين لحد الان بعد اكتملوا معاهم لاعبين المنتخب الوطني بالنسبه العربي اسامه واسامه وسمير و أسامة طبعا عنده كرت أحمر في مبارتين، وسمير شايف أنا قرر أنه يعتزل حسب ما قرينا وعرفنا أنه يعتزل، معناها ما في أحد رجع المنتخب الوطني، وكاظمة في أكثر من لاعب في المنتخب الوطني. وصفر راضي الحداد معلن نهاية الشوط الأول من المباراة بتعادل فريقين 0-0 بين العربي وكاظمة. عزيزي المشاهد استراحة قصيرة لكم ولي، والى اللقاء. بدل يحيى احمد، بينما كاظمة نفس ال11 اللي بدوا في الشوط الاولاني. الدوخي مثل ما هو ايضا الدوخي، لكن ظهرنا فك الرباط بالسلامه. يوسف دوخي حكى المباراه، راضي الحداد اللي بيدير هذا اللقاء، بدايه الشوط الثاني من المباراه. راضي الحداد وسعد كرة اللعب توصل وبيحطها تطلع كرة برا الملعب، كانت خطرة أيضا للعربي يحصلها. وسعد كميل وعبد لطيف الدواس مراقبين الخطوط، وعلي أشكناني الحكم الرابع المعاون في هذا اللقاء بين كاظم والعربي في الشوط الثاني في بداية الأسبوع الثاني من الدوري العام في هذا اللقاء. كرة اللعب توصل بتعدي من فواز، اها وبشوت ترجع مرة ثانية وتوصل لفواز، لكن بيحصلها مرة ثانية الدوسري بشوت الدوسري وبشوت وتضرب تطلع الكرة وين برا الملعب اوت. ضربة مرمى ضربة مرمى ضربة مرمى لصالح
فريق النادي العربي لا الشوط الثاني. طبعا كل فريق بيحاول مثل ما تكون في الشوط الاول لازم كان متابع المباراه على اعتبار ان العربي يلعب هذا اللقاء وخسارته من القادسيه في الاسبوع الاولاني، وهذه الاعاده الكره لما لعبها الدوسري هذه الاعاده، شايف هذه الاعاده بتمر برا الملعب اوت ضربه مرمى. وكاظمه متعادل مع القهره في الاسبوع الاولاني 0-0، وبالتالي يبقى كاظمه لنقطه واحده والعربي لا شيء من النقاط في ثاني مباراه من القسم الاول من الدوري العام. كره مع خالد علي ناصر ناحيه اليمين، كره مع خالد علي ناصر وبيعدي خالد علي ناصر بيشيلها يوسف الدوخي ويتواصل الى عادل الخليفي يتركها تطلع كره برا الملعب او رامي التماس دوخي، يوسف دوخي يلعبها يوسف الدوخي، وشايف انا شال الرباط يوسف الدوخي بين الشوطين بعد ما عمل له دكتور في وقت كافي علاج اللازم، وتوصل وتلعب يبعدها عبد الله، توصل مره ثانيه الى محمد عبد الرحمن ياخذها فرج نفاع، وسامي الحشاش هو اللي بيلعبها كره عاليه طويله تلعب يشيلها وتوصل مره ثانيه اقرب ناحيه اليمين الى علي خليل لاعبها، لكن وين تطلع كره برا الملعب اوت من محمد عبد الرحمن اوت رميه تماس. الشوط الثاني للمباراه دقيقتين مضى لحد الان الشوط الثاني والتعادل قائم، لعبت الى ناحيه فايز ولاعبها مثلا توصل مره ثانيه حميد باشا اوت رميه تماس. كاظمه لعبت دوخي علي الى الحسيني فواز، كرة بيلعبها توصل ناحية اليمين كانت أفضل لعبة الجهة هذه، لكن تلعب في عرض ملعب خطرة الله توصل مرة وزيت لحد الآن إلى بدر الحجي ويلعبها وبيحطها وبيشيلها فرج نفاع وكانت عرضية الحقيقة لعبها أيمن الحسين، كرة سهلة لكن كان بعيد عنها واللي ما شارك فيها بقوة اللي هو الدوخي، لعبت مرة ثانية كرة ملعوبة ناحية يسار حلوة ملعوبة إلى الدوسري وبيشيلها سامي، وفي فاول على عبد الله فاول على عبد الله الدوسري كانت فرصه الحقيقه، فرصه لكاظمه لو عادها مخرجنا بدر لو عادها ونشوفها الكره العرضيه اللي مرت الحقيقه كانت لكاظمه في مكان هذا سامي. سامي بيلعبها طويله وتوصل كره مره ثانيه بفواز وبين فايز دفلي بيشيلها الدوخي كره معاه، والدوخي بيلعبها على طول ناحية أخوه خالد الدوخي ومعاه فرج نفاع والأثنين فرج نفاع براسه، توصل ناحية اليسار إلى حميد باشا، حميد لاعبها وبتطلع كرة وين برا الملعب أوت رمي التماس. هذه الإعادة شوف لما لعبها أيمن الحسيني، شوف الدوخي راحت فرصة ويت أيضا لبدر حيي، لكن بتروح الكرة شوف بعد ما لعبت لبدر حيي بتروح الكرة خلاص أبعدها دفاع العربي. لعبت كرة مرة ثانية تلعب ناحية نص الملعب ملعب أوفسايد تسلل لكن الحكم بيمشي اللعب وتوصل إلى البصيري حارس مرمى العربي. الشوط الثاني شايف انا الكره الحقيقه ايضا شاده ولعبت في النص تلعب في لعبها ناحيه توصل ناحيه اليسار قريبه الى عقيل مهنا، عقيل يلعب بدل وعقيل لعب الكره خطره وخالد عين ناصر توصل بيحطها بالجول، خالد حافظ وترجع مره ثانيه وعقيل بيحصلها مره ثانيه عقيل وبيلعبها لكن بيخطفها دفاع نادي كاظمه، كره ملعوبه توصل ناحيه اليمين الى محمد عبد الرحمن كره معه بيعدي عبد الرحمن من توصل مره ثانيه عبد الرحمن كره معه ماشي محمد عبد الرحمن وبشوت وبشوف يصيدها حارس مرمى وبيصيدها سالم البصيري. احلى الشوط الثاني احلى لحد الان 5 دقائق، شايف انا العربي قادر انه ينشط اكثر من الشوط الاولاني وكاظم ايضا، وبالتالي تبقى المباراه فيها فرص لحد الان بتضيع في ال5 دقائق اللي مضت من زمن الشوط الثاني من المباراه. إيه توصل عسكر يبعدها عادل الخليفي وترجع مره ثانيه ناحيه اليسار الى عقيل لاعبها
وتوصل بتمر، دفاع كاظمة بيلعبها وبيتابعها، تطلع الكرة وين؟ برا الملعب اوت. بدأ شايف انا عقيل مهنا بينقل كرات خطرة الى هجوم العربي، تلعب الى عزيز عاشور، وعز عاشور بيلعبها، عز عاشور كرة في عرض الملعب وياخذها يوسف الدوخي، يوسف الدوخي ومعاه خالد حافظ، والدوخي بيلعبها كرة الامام، يشيلها فرج نفاع براسه، يلعبها لأحمد عسكر، بياخذها فواز، فواز كرة مع فواز بخيط، فواز لعبها تنقطع وتطلع كرة وين؟ برا الملعب اوت، رمي التماس لنادي كاظمة. الحسيني، والحسيني وهذا فواز بالصورة، والكرة مشتركة حميد باشا وبيحصلها مرة ثانية، عقيل إلى توصل إلى فواز، فواز بخيط كرة معاه، تروح الكرة ترجع إلى عسعوسي، عسعوسي ناحية اليسار إلى بدر حيي، وبدر حيي بلمة، بدر حيي بلمة، فاول 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 فاول، وتأخير حقيقة من عامر ياسر في حركة نوى قدر يأخر فيها بدر حيي لما حاول يمر منه، في فاول لكاظمة، فاول لكاظمة، فاول لكاظمة، فاول لكاظمة، لعبة العسعوسي للدوسري وخطرة في عرض الملعب، الله جول، الله يا الدوسري، الله الله يا عبد الله الدوسري، لعب له كره بدر حي على طول، لابسه معاه بيساره بتدخل المرمى، شوفوا الاعاده، شوفوا الاعاده، لعبه ذكيه العسعوسي لعبها، لعبه ذكيه العسعوسي هو اللي باصاها، توصل العسعوسي لعبها الى عبد الله الدوسري، بتمر بالفعل على حارس المرمى سالم البصيري. مسجل كاظمي اول اهداف المباراه في الدقيقة سبعة، أول أهداف المباراة لكاظمة، أول هدف في المباراة، أول هدف دقيقة سبعة من زمن الشوط. شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، حاول عبد الله الدوسري يطلعها في عرض ملعب، لكن أيضا تلبس معاه وتدخل على يمين حارس المرمى في الزاوية الصعبة أمام حارس المرمى اللي ما كان مسكر الزاوية بشكل مضبوط، وبالتالي يتقدم كاظمة بالدقيقة سبعة بهدف، هدف للدوسري، هدف الاول للدوسري، هدف الدوسري، وهذه عادة توصل الكرة مرة ثانية الى كورنر العربي، كاظمة واحد العربي لا شيء، يتقدم كاظمة دقيقة سبعة من زمن الشوط الثاني لله عبد الله الدوسري اللي سجل له هدف في مرمى العربي وفي كورنر العربي، كورنر العربي علي خليل، خالد علي ناصر وخالد الفضلي حارس مرمى، وهذا عسكر راح ينفذ هو الكورنر، راح ينفذ احمد عسكر، يلعبها عسكر كره في العارض وبتمر، بيشيلها دفاع توصل الى فايز، لكن بياخذها حارس مرمى خالد الفضلي، خالد الفضلي حارس مرمى كاظمة، لعبها كره طويله وعاليه الامام، تلعب الى خالد علي ناصر، وفي فاول للعربي، فاول للعربي، فاول للعربي احمد عسكر، لعبة خالد علي ناصر بيشوت، لكن في فاول، في فاول لي على فواز، فاول على فواز، وراضي الحداد حكم المباراة، وهذا عادل الغليفي بكلمة، واعتقد ان الكلام ما يفيد حكم، خلاص قرار انتهى وهو اللي صاحب القرار، وبالتالي في فاول في مكان، اعتقد لو استقل العربي، وهذا مدرب العربي الانجليزي طبعا، بدأ ياخذ جانب كرم بيشاور للاعبين وبيعطي تعليمات المدرب، وفي فاول ضربة حرة مباشرة، عسكر شويت، عسكر شويت هو اللي راح ينفذ، الظاهر اللي راح ينفذ عسكر، ولا يتركها الى فايز دفلي، ولا فايز، ولا عسكر، وفي حيطة البشرية اللي معمولة، وبالتالي مساسر بين سامي، بين فايز، بين عسكر، بين عزيز وعاشور، والحيط ضربة حرة غير مباشرة، ضربة حرة غير مباشرة، وبنفذها بشوت، تضرب في الحيطة، تضرب في الحيطة وبيبعدها دفاع فريق نادي كاظمة، بعد ما تنفذها تطلع كرة برا الملعب أو ترمي التماس. عشر دقائق
الوقت اللي مضى من زمن الشوط الثاني تقدم فريق كاظمه في الدقيقه 7 للاعب عبد الله الدوسري هدف لكاظمه في الدقيقه 7 الشوط الثاني من المباراه، ومضى حوالي 10 دقائق ويبقى 35. ريم التماس، فرج نفاع لعبها، فرج نفاع ترجع له مره ثانيه وبياخذها ايمن، لكن حميد وتلعب لخالد علي ناصر، والفضلي هو اللي بياخذها، حارس المرمى سهله الفضلي، فضلي كرة اللعب توصل، كرة عالية ملعوبة حصلها مرة ثانية تلعب ترجع إلى خالد علي ناصر، خالد علي ناصر مرة ثانية إلى فواز، فواز كرة مشتركة بيطلعها عاشور، تطلع كرة برا الملعب أوت. رامي تماس، رامي تماس لكاظمة، ترجع لأيمن الحسيني، أيمن بيلعبها الأمام إلى خالد دوخي، ترجع من خالد دوخي حصلها عسكر، عسكر لعبها ناحية عامر ياسر، عامر تروح من عامر ياخذها بدر حي، كرة مع بدر حي بيلعبها بدر حي ناحية اليمين إلى محمد عبد الرحمن، كرة معه بهي محمد عبد الرحمن، كرة معه بيحاول يمر محمد عبد الرحمن يلعبها في عرض ملعب خطره وبيحصلها مرة ثانية، لكن بيشيلها دفاع العربي توصل وتضرب في حكم المباراة، وترجع كرة في النص وياخذها العسعوسي، والعسعوسي كرة معه، العسعوسي العسعوسي بينقلها لنفسه ويلعبها العسعوسي بيشوت، لكن وين تروح الكرة برا الملعب. مدرب الحريقة على حميد العسعوسي بيقول لا لا، طبعا كرة كان فيها نقل جماعي بشكل افضل، العسعوسي تصرف فيها تصرف حسب اعتقاد مدرب الفريق انه غير سليم، لاعبها وكتتها برا الملعب اوت، وكان ممكن افضل انه يمرها الى احد من زملائه من اللاعبين. كرة اللعب توصل لفواز، فواز لاعبها الى ناحية اليمين ملعوب للدوخي، دوخي لاعبها الى محمد عبد الرحمن، كرة معه محمد عبد الرحمن، كاظمة كرة معه يلعبها ناحية اليمين مرة ثانية لفواز بخيت، فواز كرة معه يلعبها مع فواز توصل حارس المرمى البصيري هو اللي بيشيلها حارس مرمى. هذا المدرب شوف مدرب ايضا شايف واقف من مكانه وواقف في مكانه على اعتبار انه هو ايضا يبدا توجيهاته للفريق. كرة اللعب لفايز، فايز ناحية اليسار لاعبها لعقيل، عقيل لعبها توصل لعادل الخليفي، وعادل الخليفي يلعبها مرة توصل ناحية اليمين اقرب للعربي سامي، حميد باشا، حميد باشا كرة معاه، حميد لاعبها في النص الى عايز عاشور، عايز عاشور لاعبها لخالد علي ناصر، خالد ناحيه اليمين ملعوبه على طول لعامر ياسر، حصلها حصلها عامر، حصلها عامر كره معاه بيلعبها عامر الى خالد علي ناصر اللي بيضع نفسه الحقيقه، لكن ضربه مرمى، ضربه مرمى، ضربه مرمى. ربع ساعة، ربع ساعة الوقت اللي مضى من زمن الشوط الثاني من المباراة، ويبقى كاظم متقدم بهدف المدافع الأيسر، سجل هدف عبد الله الدوسري الهدف كاظم الأولاني، هذا أول هدف لكاظم في الدوري، تطلب لأحمد عسكر، عسكر لعبها ناحية اليمين ترجع مرة ثانية توصل كرة غريبة إلى الدوخي، والدوخي بياخذها يلعبها إلى بدر حي، كرة مع بدر حي بيمر بدر حي يلعبها، لكن بيقطعها سامي الحشاش وبيحصلها سامي الحشاش، وسامي بيلعبها على طول، لكن تطلع تطلع الكرة من سامي لخالد حافظ، تطلع الكرة برا الملعب. رامي التماس، رامي التماس عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن، وفاول على عامر ياسر، فاول على عامر ياسر العربي، راح ينفذها الدوسري كاظمه، يلعبها الدوسري توصل لكن اقرب لها بيحصلها اللي هو عقيل مهنا، عقيل كره معاه، عقيل لعبها ناحيه يسار الى
الفلي، الفلي هو اللي بيحصلها مره هذه الفكره، مع يلعبها ناحيه اليمين توصل اقرب الى خالد حافظ، وخالد حافظ كره وخالد علي ناصر، لكن بايد حارس المرمى، بايد حارس المرمى. العربي راح يبدل مثل ما توقعت اللي هو عنبر سعيد اللي هو يعتبر البديل اللي بيعتمد عليه في الشوط الثاني من المباراه، دائما على اعتبار انه هو يكون عنده حسن الربكه وترتيب الكره اللي تكون قد تاتي بشكل افضل. راح يلعب بدل خالد حافظ، خالد حافظ راح يطلع وراح يلعب اللي هو عنبر سعيد. عنبر سعيد 20 بدل خالد حافظ، معناها التبديل الثاني، واستنفذ حقه بالتبديل فريق العربي، لعب عقيل مهنا بدل يحيى احمد في بدايه الشوط الثاني من المباراه، وطلع خالد حافظ ولعب عنبر سعيد على اعتبار انه يلعب الان بطريقه 4-3-3 لانه مغلوب واحد لا شيء، وبالتالي يلعب 4-3-3 كي يضيف في خط الهجوم اكثر عدد من اللاعبين على اعتبار انه يخلص الهدف اللي عليه. وكرة اللعب توصل ناحية اليمين ملعوبة إلى أيمن الحسيني وحارس المرمى، وتطلع كرة برا الملعب كورنر، برا الملعب كورنر. أيمن الحسيني حركة الحقيقة من الجهة اليمنى سليمة، وشايف في بشكل خطورة على من الجهة أو الناحية الثانية اللي بدأ يفتحها فريق نادي كاظم من الجهة اليمنى. كرة اللعب توصل إلى كاظم اللعب، وخطرة بيشيلها الدفاع العربي ويتصلح وبيشيلها عاشور عسكر، توصل لعنبر سعيد، وعنبر سعيد بيرجع فيها يلعبها الى عامر ياسر، وعامر ياسر كره معه. الجمهور العربي ايضا بيامل من عنبر سعيد انه يعمل شيء في المباراه. لعبت سامي لعقيل، وعقيل اللي بدل مكانه من الجهه اليسرى واتى هنا من الجهه اليمنى العربي ليلعب فايز بالجهه اليسرى، وتلعب الى احمد عسكر، عسكر لاعبها ناحية اليمين العقيل مهنا، عقيل إلى عامر ياسر، عامر ياسر لعبها لخالد علي ناصر، لكن في فاول على علي خليل، فاول على كاظمة، ومضى حوالي 20 دقيقة ونلعب في الوقت ال20 وبقي 25 من الشوط الثاني، وكاظمة ما زال متقدم بهدف سجله عبد الله الدوسري. لعبت الفاول ناحية اليمين إلى عامر ياسر، عامر ياسر لعب كرة عرضية لكن بيخطفها علي خليل وبيلعبها بيحصلها حميد باشا مره ثانيه لعسكر، كره مشتركه ناحيه اليمين تلعب الى عامر ياسر، وعامر ياسر كره معه بيحللها مره ثانيه لعامر ياسر، وكره معه ويغير لعب الناحيه الثانيه ناحيه بنحط بالراس، وتنحط الكره ملعوبه من راس فايز الحقيقه، لكن بتمر الكره وين؟ برا الملعب، اوت برا. شوفوا الاعاده، شوفوا الاعاده، شوفوا الاعاده لما لعبها عامر ياسر على راس فايز دفلي ويحط راسه فيها، لكن بتمر جنب القائم الايسر برا الملعب. هذا فايز، هذا فايز، هذا فايز دفلي، وال20 وبقي 25 مثل ما قلت لكم، وكاظم متقدم بهدف والعربي لا شيء في ثاني مباراه في القسم الثاني من الدوري العام، و ثاني مباراه للفريقين. العربي خسران من القادسيه في بدايه تحت الدوري 2-1، وكاظم متعادل مع الجهره ب 0-0. كرة اللعب محمد عبد الرحمن، حارس برا عبد الرحمن، لكن الحارس سالم البصير الحريري نشط جدا، والحريري يطلع في الوقت المناسب ويطلع كرة من امام محمد عبد الرحمن. الخطر ناحية اليمين تلعب الى فواز بخيت، فواز كرة معه، فواز بخيت لعبها ناحية اليمين الى بدر حي، بدر حي يلعبها توصل كرة في عرض الملعب، وبتمر كرة عرضية ما في احد ابدا يستقبلها، بتروح الكرة برا، ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى. سالم صيري تركها الى فرج نفاع، فرج نفاع كرة بيلعبها فرج نفاع عالية وامامية تعدي من فايز، توصل ناحية اليسار الى عنبر سعيد، عنبر كرة معاه، عنبر بيلعبها الى عاشور، وعاشور لفايز وبتعدي، توصل مرة ثانية لعسكر، وعسكر لاعبها الى عامر، وعامر لعبها الى عقيل مهنا، وعقيل كره معاه لعامر، وعامر كره معاه بيعدي عامر، عامر بيحاور فيها عامر بيلعبها ناحيه اليمين مره ثانيه، وتوصل كره قريبه الى عسكر الشوت، وترجع لكاظمه الى بدر حيه، بدر حيه وتاخذ كره على الارض تطلع اوت للعربي.
اوت العربي. شايف انا العربي الان بدا يفتح الملعب من الجهه اليمنى، خصوصا بعد ان نقل عقيل المهنة في الجهه اليمنى ومعاونه عامر ياسر، ومعاونه عامر ياسر، فبدا منطقه المناورات ومنطقه تنفيذ الكره بدات من الجهه اليمنى في تعاون بين عامر ياسر وبين عقيل المهنة هذا رقم 16 اللي لعب شوط ثاني بدل يحيى احمد، واللي نقل بعد ما لعب عنبر سعيد اللي اخذ الجهه اليسرى ويا عقيل الجهه اليمنى، وحاول نقل الكرات دائما على راس فايز وباستغلال ايضا عنبر سعيد اللي بيعتمدون فيها العربي على هذه الطريقه. كره اللعب وتوصل لكن بيحصلها دفاع وفي فاول على عنبر سعيد، فاول على عنبر سعيد، وبالتالي شايف انا العربي بدا الحقيقه يعتمد على الكرات العاليه على راس فايز اللي حاول كذا كره يحطها براسه بينما ما تنفع معاه، بتطلع الكره برا الملعب اوت. لكن كاظم اللي بدا يعتمد في نقل الهجوم عن طريق الجناحين اللي هو يا اما ايمن حسين المدافع الايمن اللي بيحاول نزل كرات، او ناحيه بدر حيي في الجهه اليسرى اللي بيحاول انه هو يا ترى ايضا طبعا هناك في عنده بديلين سيلعب فيهم في الدقائق المتبقيه اللي هو مدرب نادي كاظمه في الدقيقه 23 يلعب الان مباراه من الشوط الثاني وبقي 22 فاول 22 معناها انه يبقى 22 يستطيع ان يشرك ايضا احد المهاجمين في تخفيف العبء على مدافع فريق نادي كاظمه. عنده صالحين، صالح المسند وصالح الرفاعي بالاحتياط ايضا. فاول 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 العربي، فاول عسكر راح ينفذ الفاول، يلعبها عسكر الى عز عاشور، عز لعبه لخالد عناصر، شايت حلوه خالد عناصر انه طلت الكره الحقيقه وشايت خالد عناصر، لكن بتاتي الكره امام خالد الفضلي. شوفوا الاعاده، شوف فكرتها حلوه تنفيذها ايضا حلو وقوي لكن بايد خالد الفضلي حارس مرمى نادي كاظمه. كره اللعب توصل لعسكر، عسكر كره معاه، عسكر بينقلها ناحيه اليسار الى عاشور، عاشور لعب الى حميد باشا العربي، حميد باشا، حميد باشا كره معاه وتلعب، حميد باشا بهيئها لنفسه وبيلعبها كره في عرض الملعب وتوصل لفايز وبالتهيئة لكن اقرب له فواز، فواز يلعبها يحصلها عسكر بالشوط، عسكر وجول وجول، عسكر جول قوي حلو 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 الحقيقه. شوف شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، تأخر فيها، شوفوا الإعادة، ها شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة، لما جت لي فواز وراحت منه وهذا عاشور وراحت لعسكر، شوف مجهود فردي من عسكر، واحد هيا نفسه عسكر وشات وشات زو شوطه قوية داخل مرمى في الدقيقة 24 في الدقيقة 24 عسكر عسكر تعادل 1-1 مرتكم. بدأ الحقيقة العربي يثقل وبدأ ينفذ هجومه من الزوايا اليمنى بعد ما نقل، شوف الإعادة لما لعبها، شوف لما لعبت هذه بداية الهجمة لما لعبها حميد باشا ونط معاه أيضا عنبر وراحت مرة ثانية وصلت إلى فواز اللي راح شارك فيها عزيز عاشور وخذها عسكر اللي عمل فيها مجهود فردي، مجهود فردي عمل فيها عسكر مسجل منها هدف جميل جدا، هدف هدف العاشر في الدوري العام، هدف العاشر في الدوري العام، العاشر لا ال11، العاشر سجله عبد الله الدوس وتلعب توصل مره ثانيه لعنبر سعيد، عنبر كره مع عنبر سعيد بيحصلها عنبر سعيد لعبها في النص الى عسكر صاحب الهدف ياخذها عنبر سعيد كره معه مره ثانيه توصل لعسكر، عسكر كره معه ناحيه اليمين لعبها الى سامي الحشاش العربي، سامي الحشاش كره معه بيقل سامي الحشاش توصل لكن بيشيلها دفاع كاظمه وتوصل مره ثانيه الى عزيز عاشور، عزيز عاشور لعبها ناحيه اليسار الى حميد باشا كرة مشتركة تطلع كرة وين برا الملعب اوت رامي التماس 1-1 كاظمة والعربي، كاظمة والعربي في دقيقة 24 العربي سجل عسكر هدف التعادل. كرة اللعب توصل عالية للعربي وبتعدي للدوسري اوت. ضربة مرمى، ضربة مرمى على ساعتي انا مضى، وهذا المدرب الانجليزي الحقيقة اللي يتكلم مع مدير الكرة وشكله الظاهر انه زعلان او حمقان، انما طبع المباراة اكيد بشكل قلت لكم صعب جدا على الفريقين على اعتبار الفريقين يلتقون وكل فريق خسران، العربي وكاظمة متعادل في اول مباراة، وشايف انا هل في تبديل، في تبديل، الرفاعي، الرفاعي راح يلعب مثل ما توقعتكم في الشوط الاولاني
صالح الرفاعي. صالح الرفاعي مثل ما توقعت بالشوط الاولاني ايضا عمل مدرب الانجليزي مدرب نادي كاظمه حتى يخفف العبء اللي على كاظمه في الدفاع الان، وايضا بيحاول انه يكون مستعد في عمليه انه صالح الرفاعي. هذا المدرب، شوف المدرب شو هذا، ايضا مشرف الكره وراح يطلع 16 اللي هو منه خالد دوخي يلعب. صالح الرفاعي في الدقيقه 27 يعني قبل نهايه المباراه بحوالي 18 دقيقه مدرب كاظمه يبدل اول تبديل في خط الهجوم. هذا هو الرفاعي، صالح الرفاعي، وكان قلت لكم الصالحين رفاعي ايضا مسند من ضمن الاحتياطي والعربي شايفه نشط في الشوط الثاني بعد مسجل فريقه او قبل تسجيل الهدف العربي بدا فاول لعبت لعسكر وهيئها لنفسه وبشوت وتضرب في دفاع كاظمه وتصلح توصل مره ثانيه وفي دربكه وعام عنبر ومره ثانيه وخالد عين ناصر ومناطح وشايط وبيصيدها عرض مرمى وبيحطها بعد ما شات ايضا عسكر كره ملعوبه. عسكر احط له كره قويه وصادها حارس مرمى المره هذه خالد الفضلي. وشوفوا المتابعه، شوفوا الاعاده شوفوا الكل بينط والكلها ايضا تناطحت بالرؤوس الحقيقه وبالتالي نزلت ما بين عسكر اللي حطها وبياخذها حارس المرمى خالد الفضلي. خالد الفضلي بياخذ كره ايضا كانت خطره. ضغط العربي الشوط الثاني وشايف انا كاظمه بدا دفاع الحقيقه يتوه والعربي بدا هو اللي يسيطر. رفاعي في النص، عسكر كره معه، تالق عسكر في كره معه، تلعب ناحيه اليمين الى عقيل مهنا هو البديل اللي بدا الحقيقه اليمنى واللي اشعل المكان الخطر من ناحيه العربي في الجهه اليمنى. عقيل مهنا لما لعب في الجهه اليمنى ومعاونه عامر ياسر بدا العربي يضغط على 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 فريق نادي كاظمه. كورنر، حكم بيقول كورنر وشايف عادل الخليفي بيناقش الحكم وفي فاول ولا في كورنر. فاول حكم بيحتسبها فاول للعربي. عسكر راح ينفذ، عسكر وبتمر وبتروح. الله، عادل حديقة الخليفي بحرسها وخالد الفضلي. شوفوا الإعادة انزلت ايضا من روس، شوف صدرة، لكن بالفعل بيحضنها في فاول. كارت اصفر العسعوسي، كارت اصفر العسعوسي، انذار عبد الحميد العسعوسي، انذار كارت اصفر للعسعوسي في المباراه في الدقيقه 30 من زمن الشوط الثاني. والعربي ضغط، العربي الحقيقه شايف انا تبدل حاله بالشوط الاولاني يختلف عن حاله في بعد تسجيل كاظمه هدف الاولاني دقيقه 7 تبدل حال العربي، بدا شايف ينفذ كرات وشكل خطوره خصوصا في نقله ايضا عدد من اللاعبين بالجهه. عاشور لعب كره عاليه وبيشيل حارس المرمى، توصل مره ثانيه وبشوت وبيطلعها وبيض. هاندبول على عقيل، مهنا وعقيل، ايضا حط له كره لكن استفاد عقيل من ذراعه الايمن. والحكم شوف الاعاده، شوف، لكن ايضا الفضلي بيطلعها بشكل جدا ذكي ممتاز. وهذا عقيل مهنا اللي نفذ الكره. وتمر الساعة بالدقيقة 31 من زمن الشوط الثاني من المباراة، والمباراة تعادل قائم بين الفريقين 1-1. كرة اللعب ناحية اليمين ملعوبة توصل إلى الحسيني وحميد باشا، وصراع بين الاثنين، حميد باشا ياخذها، حميد باشا كرة معاه وتطلع الكرة وين؟ رمي التماس للعربي. لعبت رمي التماس الى فايز دفلي، كره معاه فايز، لعبها لحميد باشا، حميد باشا لاعبها ناحيه عادل وعادل يتركها الى خالد الفضلي، طويله وعاليه
ناحيه اليسار حميد باشا، حميد لاعبه على طول، عاشور لاعبه، توصل الكره غره مره ثانيه لعنبر سعيد، جيد حقيقه لاعب عبد العزيز عاشور، لاعب خط نص جيد حقيقه في ادائه وفي تمرير الكرات الجيده حقيقه. كره اللعب توصل في النص ملعوبه الى عقيل، عقيل تاركها الى سامي في خط الدفاع، وسامي لعبها طويله ناحيه عنبر سعيد وبتعدي ما بين علي خليل وبتوصل الى الفضلي حارس المرمى. فضلي، الفضلي بيلعبها وين؟ بيلعبها لكن بيحصلها عاشور بتلعب وبتطلع كرة. شايف انا اصبحت الربكه وارده وواضحه في دفاع فريق نادي كاظمه، والعسعوسي بيطلعها برا الملعب اوت. كاظمه اللي كان يمتاز بالشوط الحقيقي، بدايه الشوط الثاني في المباراه كان بشكل افضل في تنظيم صفوفه. شايف انا بدا العربي في تبديل اللي حصل بعد ما لعب عنبر سعيد واخذ الجهه اليسرى، وعقيل مهنا نقل الجهه اليمنى، وبمعاونه عامر وايضا عزيز عاشور في الجهه الثانيه بدات خطوره العربي توضح الحقيقه اخطر من كاظم على المرمى، واستطاع سجل هدف عسكر في الدقيقه 24 من زمن الشوط الثاني من المباراه، وكان مسجل دقيقه 7 ودقيقه 3 جمهور العربي، جمهور العربي القليل ايضا اللي تعودنا، وهذا جواد شايف انا هو اللي بيقود الجمهور، جواد القبقب، القبقب هو اللي بيقود كورنر. عسكر راح يلعب الكورنر، لعبها عسكر وفايز وبيشيلها، فواز يلعبها توصل الى ناحيه محمد عبد الرحمن، كره معاه عبد الرحمن لعبها ناحيه اليمين، كرة قريبة إلى بدر حيي، كرة معاه وبيعدي خطرة، كرة معاه اللعب وبتوصل وبتشتير معه، خلاص خلاص راحت قدرته وخذها الدفاع العربي. عامر ياسر اللي قاطع له من اليمين لجهة اليسار يلعبها الفلي، فايز وفايز لعبها لحميد باشا، وعاشور هو اللي بينفذها تلعب، فواز بخيت، فواز لعب مره ثانيه توصل الى وبيحصلها عنبر سعيد، كره معاه وبتمر الجهه اليسرى، عنبر سعيد بيلعبها بالعرض الى فايز دفلي، كره مع فايز يحاول يمر تطلع الكره برا، فرصه كانت العربي، رمي التماس عايز عاشور، عاشور يلعبها الى نفاع، ونفاع شوت وبيصيدها حارس المرمى، فرج نفاع ايضا بيحط له كره قويه، لكن الفضل الحقيقه الفضلي خالد الفضلي حارس طبعا منتخب الاولمبي وحارس جيد، وبيصطاد له زاويه الحقيقه زاويه صعبه جدا بينزل فيها خالد الفضلي حارس مرمى نادي كاظمه. لعبت كره اللعب، سيطر العربي في المباراه، سيطر على المباراه تماما الشوط الثاني من المباراه، كره اللعب وصل ناحيه اليمين الى عقيل مهنا، عقيل والدوسري تطلع كره وين؟ برا الملعب، رمي التماس لكاظمة. على ساعتي انا بقى حوالي يبقى من الشوط الثاني 10 دقائق فقط، والتعادل 1-1 لحد الان. الدوسري، الدوسري يلعبها الى حيي، تروح منه توصل الكره الى فواز، بتوصل الى فايز دفلي ياخذها الدوخي، الدوخي كره مع الدوخي ياخذها منه خالد علي ناصر، مع خالد علي ناصر بمر خالد علي ناصر معه، لكن فيها انذار، فيها انذار، فيها انذار، فيها انذار، فيها انذار، فيها انذار يا خالد علي ناصر، فيها انذار، وين رايك؟ فيها انذار لي طبعا للدوخي، الدوخي ياخذ انذار، فيها انذار لان شد متعمد في انفراد لاعب في الكره خالد علي ناصر لما اخذها من الدوخي في الدقيقه 35 من زمن الشوط، وبقي تقريبا 10 دقائق من الان في نهايه المباراه، والتعادل 1-1، والجو بارد، بارد جدا، برد يعني حقيقه حتى ساعه الحكي يطلع شويه صعب في جو بارد اليوم، بدت الحقيقه انذار انذار انذار، لكن اشوى الشوط الثاني اللعب حامي فحملنا معه شويه، لو كان لعب بارد الشوط الثاني افضل، وهذه ثلاث لعيبه اللي هم فواز ومحمد عبد الرحمن والدوسري عامل حيطه من ثلاث لاعبين، وفي فاول في تنفيذ كره حره مباشره من خطا مباشر على الدوخي، راح ينفذه عسكر، راح ينفذ الكره عسكر، وعسكر شويت جاب هدف ايضا جميل، عسكر وبشوت تعاد، تعاد على اعتبار ان الدوسري تحرك قبل الكره، وبالتالي الحكم بيعطيه لفت نظر، بينبهه بان ما يتحرك قبل ان اللاعب يلعب الكره، قبل اللاعب يلعب الكره وبيعيد الكره ايضا، واعادتها راح تكون
فرصة للعربي بشكل أكثر، لأنه شات عسكر وطلعت برا أوت، فبيحاول أنه الآن أيضا يستفيد من الخطأ اللي مر، ويستفيد من إعادة الكرة من حكم المباراة، لأن الدوسري تحرك قبل أن يلمس الكرة عسكر وينفذها، وبشوت وبيد حارس المرمى. برافو فضلي، ثابت فضلي، ثابت ثابت، برافو، حارس جيد حيد خالد الفضلي. كرة اللعب توصل كرة عالية يحصلها عايز عاشور، ترجع مرة ثانية إلى الدوخي، ترجع لكن في فاول على أحد لاعبي النادي العربي. فاول، فاول، كرة اللعب في الوقت المتبقي من المباراة 8 دقائق، 1-1. فلي كرة معه، فلي لعبها ناحية يسار، تلعب توصل مرة ثانية ملعوبة إلى عنبر سعيد، عنبر سعيد كرة معه بيحاول مر عنبر سعيد، بيلعبها عنبر سعيد إلى فايز دفلي، وفايز كرة معه بتروح منه، بياخذها منه كاظم العسعوسي يلعبها، لكن بيحصلها عزيز عاشور ولعبها وبالدوخي، توصل كرة ملعوبة بتصلح لعسكر مرة ثانية، عقيل وعقيل بتروح منه، بتوصل الكرة إلى محمد عبد الرحمن وبيشيلها. جو برد الظاهر، احنا شوية بدينا رامي التماس، رامي التماس، تلعب محمد عبد الرحمن، محمد عبد الرحمن إلى عامر ياسر عامر بلعبها لكن توصل مرة ثانية أقرب ويبعدها، قريبة ما بين نفاع والرفاعي، والرفاعي بيشوت بيد حارس المرمى سالم البصيري، سالم بصيري كرة معه بيلعبها سالم، كرة عالية طويلة بين الاثنين، بدر حيي كرة معه، بدر حيي بيشيلها عم سامي، لا بدر حيي مرة ثانية وملعوبة ما بين توصل محمد عبد الرحمن قريبة من رأس حميد باشا لحارس مرمى اللي هو سالم بصيري. اللعبة تعدي توصل كرة ملعوبة لخليفي، فوتها برأس الخليفي سهلة لحارس مرمى خالد الفضلي، خالد الفضلي إلى الدوخي، الدوخي كرة معاه، الدوخي عسعوسي، الدوخي حيي، تروح كرة مرة ثانية توصل لعسكر يحصلها مرة ثانية ياخذها الدوخي لعبها على طول إلى فواز، وفواز كرة معاه لعبها إلى بدر حيي، بدر حيي كرة معاه لعبها ياخذها سامي، سامي لعقيل مهنا وعقيل لعبها ياخذها دوخي براسه مرة ثانية إلى بدر حيي، تلعب إلى الرفاعي بتروح من الرفاعي ويلعبها على طول، لكن وين تطلع كرة برا الملعب. الفترة حقيقة اللي سيطر فيها العربي امتلك خط النص، شفت أنا العسعوسي حقيقة بدأ يزوي من الجهة اليسرى، بينما العربي قدر نظم صفوفه في خط النص وقدر أنه سيطر على المباراة سيطرة كاملة في الشوط الثاني، واستطاع أنه يسجل الهدف في الدقيقة 24 من زمن الشوط الثاني، ويسيطر أيضا على بقية مجريات المباراة. الشوط الثاني اللي بداها كاظم الحقيقة في أول 7 دقائق سيطر عليه سيطرة كاملة، وسجل الدوسري هدف في الدقيقة 7، ثم بدأ العربي هو اللي سيطر على الشوط الثاني مجريات اللعب، وبدأ اللعب الآن يصبح في الدقيقة 40 1-1. وأعتقد الدقائق هذه الآن الفريق اللي راح يخطف هدف هو الفريق اللي طبعا راح يكون من نصيب المباراة والنقطتين ويخرج فيها قبل نهاية المباراة، لأنها تصل دقيقة 40 الآن. كرة مع الرفاع، رفاع لعب إلى بدر حي، كرة مع بدر حي بيحصلها بدر حي، هو وعامر ياسر وبدر حي، كرة مع بيلعبها في العرض إلى الرفاعي، لكن بيشيل بصيري حارس المرمى وبيطلعها وبيتابعها وبيتابعها أيضا فرج نفاع، فرج نفاع كرة معاه بيلعبها الأمام وياخذها فواز، فواز كرة معاه وهجمة لكاظم من ناحية اليمين، كرة مع فواز يعدل واحد عدي بالثاني وبيطلعها سامي، تطلع الكرة برا الملعب كورنر. كورنر، 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 1-1، 1-1، هدف
الاول سجلها اللاعب الدوسري في دقيقه 7 من زمن الشوط الثاني من المباراه، والهدف هدف التعادل العربي عسكر دقيقه 24 من المباراه، والهدفين في الشوط الثاني. الشوط الاولاني كان مستوى متواضع، الشوط الثاني كان اللعب نشط جدا من الفريقين وتميز العربي بشكل افضل، وبالتالي المباراه اللعب توصل. ياخذها الكره سالم بصيري من كره ملعوبه كورنر من بدر حيي، ياخذها سالم بصيري، سالم يلعبها ناحيه اليمين اقرب الى عامر ياسر، وعامر طويل الامام لفايز، وفايز ياخذها لعادل خليفي ولعبها على طول الى ناحيه اليمين من العسعوسي، لكن اللعب توصل الى حميد باشا، حميد باشا الى عيز عاشور، عايز عاشور كره معاه بينقلها كره عاليه توصل لعنبر سعيد، وعنبر مره ثانيه في النص بيهيئها الى احمد عسكر، عسكر لعبها لعامر ياسر، وعامر ياسر كره معاه، عامر ياسر لعبها الى عقيل مهنا، وعقيل كره معاه، عقيل لعبها في العرض وبيشيلها دفاع كاظم الدوسري، علي خليل توصل مره ثانيه اقرب ناحيه اوفسايد اوفسايد اوفسايد، هي موقف تسلل. الدواس، هذا الدواس عطيف الدواس اللي هو المراقب الخط الثاني في الجهة الثانية، رايته واضحة في أوفسايد على بدر حيي. كرة اللعب عسكر بيلعبها، كرة بتعدي، فاول على عقيل مهنا، لعبت كره سريعه لفواز بخيت، فواز لعبها في النص الى العسعوسي، العسعوسي لعبها الى بدر حيي، بدر حيي نقلها الى الدوخي، يوسف الدوخي، الدوخي كره معه بيلعبها وين؟ برا الملعب اوت. مراقب الخط سعد كميل يكلم راضي الحداد حكم المباراة. وراضي الحداد بيعطي قرار لمن؟ لمن؟ محمد كرم مساعد المدرب، محمد كرم هذا المدرب محمد كرم. محمد كرم بيعطي الفاول. محمد كرم ياخذ مكانه، خلي بالك من فوهة الحريق يا محمد كرم. دقيقة 44، دقيقة 44، دقيقة 44 من زمن الشوط الثاني، التعادل 1-1. تعادل 1-1 في المباراة لحد الآن. كرة اللعب كاظم واحد عربي واحد، كرة اللعب وتواصل تعدي من فايز يحصلها. محمد عبد الرحمن لعبها للرفاعي، والرفاعي فرج نفاع وبتعدي، والرفاعي كرة معه بيلعبها لكن بيحصلها في النص قريبة إلى العربي عقيل مهنا، وعقيل لاعبها ناحية عنبر سعيد، وعنبر سعيد لفايز، وفايز بشوت، كانت فرصة لفايز الحقيقة يحط فيها في الدقيقة 45، لكن بتروح الكرة وين؟ برا الملعب، ضربة مرمى. 1-1 أقرب لها المباراة 1-1 على اعتبار الشوط الأولاني كان متواضع بين الفريقين. الشوط الثاني كان كاظمة نشط 7 دقائق، هدف العربي نشط أكثر من كاظمة. الشوط الثاني سجل هدف التعادل بينما بتضيع فرص من الفريقين، لكن أكثر فرص ضاعت من العربي الشوط، وبيصفر حكم المباراة، لكن مش نهاية المباراة، فاول، بيصفر فاول العربي، ونلعب الآن في الدقيقة 45 من زمن الشوط الثاني من المباراة. وراضي الحداد بيطلع ساعته في هذا اللقاء، ومعناها انه يكون في 9 اهداف وهدفين، 11 هدف في الدوري العام لحد الان في بداية القسم، في بداية كرة اللعب، وتوصل الكرة وين؟ برا الملعب اوت بعد ما حطها عبد العزيز عاشور، ومعناها ان لقاء كاظمة والعربي ايضا ينتهي اذا انتهى في التعادل 1-1. يبقى العربي ايضا بيتقدم بنقطة في ثاني مباراة، وكاظمة له نقطة تعادل أمام الجهراء، وبالتالي يبقى الصدارة لحد الآن للسالمية صاحب النقطتين وثلاث أهداف، ويبقى الكويت هو صاحب لا شيء من النقاط لحد الآن وله مباراة. وصفر حكم المباراة بالفعل يصفر، وبتنتهي المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكاظمة لعبد الله الدوسري مدافع أيسر
كاظمة ولعسكر لاعب خط دقيقة 24 من زمن الشوط الثاني. عزيزي المشاهد إلى أن ألتقي معك إن شاء الله بعد أن انتهت المباراة بالتعادل بين كاظمة والعربي في المباراة القادمة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.